فينيسيا ايطاليا، عملت ابستارت او حركة الكبد، على عملت كومانشي دي اللي هي نادية كومانشي عملتها. طبعا الجراندات بالتويستات دي، في بره بيعملوا تويستين وبايد واحدة زي ما شفنا هنا، يعني اللعيبة الكبار زي كوركينا وليها حركات باسمها، وطبعا المدرب معلش مخبي الشاشة، جراند جراند على الفينش سوكا هارد دبل سوكا هارد.